اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدلنجات يوم السبت يوم 6/4/2024 وتعالوا نشوفوا اسعار النتايات البقري. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. نتايات يا جماعه على فمك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تربيه صباح الفل يا غالي، صباح كم عمر، كم شهر دول؟ دولت عمر السنه ونص. الله اكبر، قول ثاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. يعني شهور يبقوا تحت العشر كده. متصرفين ده صارف حمر ده صار. نعم. الصرفة الحمراء دي بسم الله ما شاء الله. بتطير يعني. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عرف المشاهد باسمك ومكانك الاول يا صاحبي. رمضان خاضر كوم زمران. معلم رمضان خاضر كوم زمران مركز الدلنجات محافظة البحيرة. ربنا يبارك المال يا رب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. المال يا جماعه صلاه النبي عليه اهوت. الله اضرب العده ده بقى. حاضر انا جاي لك اهو. بسم الله ما شاء الله. كم وكم يا معلم رمضان؟ ب 68000. الاثنين على بعض ب 68000. ثمن واحده. ثمن واحده. ربنا يخليها لعباده يا رب، اللهم امين. 62000 الاثنين يا جماعه. امك في حاجه ثانيه معاك غير هو؟ لا والله معاك. يعني بوبا موجود عندك لو حد عايز حاجه؟ لا عايز. ادينا الرقم حاج رمضان. 010 136 136 المعلم رمضان خاطر كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. ربنا يصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. الله اكبر. سمير بن ايه عمك سمير احسن راجل يا حاج. صباح الفل يا كبير، عامل ايه؟ الله يقويك ويعينك. كل سنه وانت طيب. النهارده 27 رمضان، ربنا يجعلها ايام مبروكه على امه محمد. كل سنه طيب يا حاج. بسم الله ما شاء الله. عامله ايام يا صاحبي؟ 38. 38 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. قدامها ايام وتبقى تحت العشر يا صاحبي. ده هي 10 من النهارده. من النهارده 38000 يا جماعه. المال صلاه النبي عليه هو. ربنا يبارك المال واصحابه. الله اكبر. معك حاجه غير يا صاحبي؟ لا والله خلص. يعني موجود عندك لو حد عايز حي ناخد رقمه؟ ادينا الرقم طيب. الله يبارك لك ويصلح حالك. كام يا صاحب الرقم؟ موجود. ها؟ معيش تليفون ولا. الله يصلح حالك يا غالي، الله يصلح حالك. ما معوش تليفون يا جماعه. الله يبارك ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. تحت العشر ولا قدامهم شوي؟ لا تحت العشر. تحت العشر يا جماعه. امك بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاه النبي عليه. ربنا يبارك للمال واصحابه. الله اكبر. تجار طبعا يا معلمي. عرف المشاهد بالاسم طيب والمكان. رضوان ياسر الشحات كوم زمران. رضوان ياسر الشحات كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. معك حاجه غيرهم تاني يا رضوان؟ موجود يعني ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سعرهم بقى بما يرضي الله، الله وكيل. وانت صايم كده؟ عامله 35 و600. 35 و600 بسم الله ما شاء الله. والثانيه؟ الثانيه عامله 35 ونص. بسم الله ما شاء الله. معلم رضوان ياسر ناصر. الله يبارك له ويصلح حاله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. بعيد التنين يا رضوان؟ بعيد اهو. الله في رحله عربيه؟ اه. بسم الله ما شاء الله. في حد هناك ورم لنا؟ اه معايا اخويا هناك برضه شبه مسك. الله اكبر. طب ادينا الرقم يا رضوان نروح نقول له برضه نعرف سعره. 03 وحايد 45 23 18 4. المال يا جماعه صلاه النبي عليه هو. بقيه المال برضه اهو. بسم الله ما شاء الله. اثنين هناك رضوان؟ اه. ماشي يا غالي، صباعك ابيض. الله يصلح حالك ويجعل سوقكم احسن مني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الله اكبر. اخو رضوان يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له ويصلح حاله. الله عز رب بضرب. اخر واحده يا صاحبي؟ اه. ثانيه من بعد؟ كانوا اثنين. الله يبارك له. رضوان قال لنا اثنين بيحت واحده. الله يصلح حالك. فضل واحده من الحين. اخر واحده معاه يا جماعه. تبقى اثنين مع رضوان يبقوا ثلاثه. بسم الله ما شاء الله. اسحب يا صاحبي كده. ماشي يا برضه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامله ايه يا صاحبي دي؟ ببلاش. كم بالمرد الله؟ 41250. 41250 بسم الله ما شاء الله.
الله اكبر. الله يبارك لكم، ما استحلت. بلاش، انا اخذت الرقم من رضوان، اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاد. الله يستحالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. رضوان يا جماعه الله يبارك له، استحاله. اخر واحده لقيناها مع رضوان، اخر واحده الثانيه يا ابني. الله يبارك له نشتري. بسم الله ما شاء الله. طاير رضوان، اتفرج يا سعاده البيع على الشابه اللي بتلعب كاراتيه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. 38 كام يا رضوان؟ كام يا 38 كام يا رضوان؟ بمرد الله، بمرد الله زي ما قلت لك والله. كام؟ يا رجل الحلال. ب 35 و600. 35 و600. بسم الله ما شاء الله. حج رمضان، والله ينور سوق الدلنجات. الحاج رمضان حمد ناصر والحاج ايمن الله يبارك لهم. الاسعار عاملين النهارده والجو عامل ايه؟ النهارده 27 رمضان، كل سنه طيب. الناس كلها بتاكل لحم، والامه الاسلاميه كلها طيبه يا رب، اللهم امين. كل لحمه احنا بنقول ليله القدر، يعني الناس تدعي برضه يا عم رمضان اللي ربنا يهدي جميع المسلمين. والله اللي ربنا يهديهم والاسعار تنزل يا رب يا رب. ربنا يرخي على عباده يا عم رمضان، كل سنه طيب. كان معاك النهارده حجني؟ ما معناش الا بقره تحت. بقره والده ولا لبه؟ آه. والحج شحات عم باعه، خد يا شحات. حج شحات يقرا يقرا. كل سنه طيب حج رمضان، وربنا يعود الايام الطيبه عليكم بخير ان شاء الله. الله يستر المسلمين. صنعيت ايش الشاب اللي مجد حج؟ رد على الحج ايمن. الحج ايمن والده؟ اه ما فيش حاجه. والده داينا لحمه حجيه. ها اثنين ورا بعض، واثنين ورا بعض تبقى والدها يعني؟ ده اثنين اخوات بتاع حج رمضان. اه الناس عارفه المصداقيه على طول، هيخليها والده ليه؟ انا عارف ليه يطلع صايم ولا يطلع ينسيها معمل معايا. شوف الصيام معمل معايا. تاني يوم واحده لبس. انا بنقول اللي وراء للراجل من اللي ساله وانت قلت معايا. لا بس هو اللحم برضه ابتدى ينهز. ينهز برضه، ربنا يرخيها حج رمضان. الناس عايزه مصاريف عاليه. المصاريف عاليه. والعالم جابت كحك وبسكوت وزداني وغريبه وشوكولاته وكسوه طبعا مع العيال الصغيره ما يقدروش. حج رمضان كل سنه والعالم طيبه والامه الاسلاميه طيبه يا رب، اللهم امين. النهارده 27 رمضان يا جماعه، ربنا يجعلها ليله مبروكه ويوم سعيد على امه محمد. فكها على امه محمد يا رب، عشان ربنا يعرس مصر كلها يا رب، دماغهم في اللحم وفرجوهم تحت، ربنا يستر على امه يا رب. يا حج رمضان انت بتقول الحقيقه والله بمرد الله. الله يبارك لك يا حج رمضان، ربنا يهدي الجميع يا رب ويصلح حالهم. اه ويخلي والرقاب. الرقابه اهم حاجه. اي والله اهم حاجه الرقابه يا جماعه، والرقابه من عند ربنا من عند ربنا ان شاء الله من فوق عم رمضان. ربنا يصلح على التجار اللي تستحقر السلع يا جماعه وتغليها على المسلمين، خواتهم اكبر حرام عليه، وربنا يهديهم عم رمضان. كل سنه حضرتك طيب، كل عام وانتم بخير، وما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. سوق الدلنجات يوم السبت يا جماعه، السوق اشتغل اهوت عشان دمنهور هيشتغل من بعد صلاه القيام، زي ما قالوا اداره سوق دمنهور هيشتغل بعد صلاه القيام يا جماعه عشان يعدل نفسه ليوم الحد تاني لصباحيه يوم الحد. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين، ويصلح حال الكل. كل عام وانتم بخير، ما تنسوش ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. اشكر الله، قل لا اله الا الله. الله اكبر، قل لا اله الا الله. عود بقك على ذكر الله، قل لا اله الا الله، ربنا يبعد عنك وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. الشابه بتلعب كاراتيه وتفرج يا سعاده البي، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، هو ده العجم يا جماعه اللي تحت العشر اهوت، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه